هدى جاهزة؟ لا. بصي، أول حاجة هنعملها دلوقتي إنك هنعمل ايربلين مود للموبايل. بس قبلها قولي لي أنت بتخافي من إيه تاني غير إن أنت تفقدي شخص قريب منك؟ بخاف من حسيس يعني؟ يعني إيه حاجة؟ عندي فوبيا من التعابين مثلاً. الأماكن العالية بالنسبة لي كارثة 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 يعني. والنهاردة جاية بتحاولي تحلي المشكلة دي. لا، عايزة أجرب إحساس الأدرينالين. يا هدى، الحمد لله على السلامة. منورانا. انت اللي منوريني. هنعمل لك أكلة حلوة، تحبي البسلة بالجزر ولا من غير؟ البسلة بأي حاجة. انت دلوقتي ضايعة خالص. قولي لي حاسة بإيه دلوقتي؟ حاسة إني عايزة أعيط شوية. ليه؟ افتكرتي إيه فوق؟ لا، ما افتكرتش حاجة، بس المنظر ملهم قوي كده. حسيت إن أنا فاهم يعني، منظر حلو قوي قوي. أي، فكرت في ربنا أكتر حاجة، إنه مرتب كل حاجة كده، وحاجات شكلها منظم وحلوة قوي. هتعملي مغامره زي دي تاني؟ ايه؟ هتعملي مغامره زي دي تاني؟ اكيد. كنت خايفه قبل ما تنزلي؟ وانا بنط من الطياره كنت خايفه قوي 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 قوي. لكن ده توصفي لي الحاله اللي انت فيها، لسه متاثره بالحاجات الالهيه اللي شفتيها؟ ايوه لسه. طيب، احنا عايزين نكمل التاثر ده بس في الانترفيو بقى ان شاء الله. ان شاء الله. يلا بينا. نورتينا. يلا بينا. شكرا.